فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أودع رجل مبلغا من المال في حسابي أمانة عندي، هل يجوز أن أستخدم هذا المال في مصلحتي وهو لا يدري؟ أودع رجل مبلغا من المال في حسابي كأمانة عندي، هل يجوز أن أستخدم هذا المال في مصلحتي وهو لا يعلم؟ لا، أي أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تحفظها حتى تؤديها إلى صاحبها، ولا تتصرف فيها لمصلحتك أبداً. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.